السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض السمك البوري السنجاري، وهنعمل الرز الصياديه بطريقه سهله وبسيطه. يلا نبدا ونقول بسم الله. معانا هنا بصلايه كبيره، وقرنين فلفل رومي اخضر واحمر، وطماطمتين كبار، وحزمه شبت، وحزمه بقدونس، ومعلقه من الثوم المهروس، معلقه كبيره. هنحط عليهم ليمونيه كبيره، وهنضيف عليهم شويه زيت، وهنحط التوابل ملح وكمون وشطه وبابريكا وبهارات سمك وثوم بودر وبصل بودر، وهنقلبهم وهنركنهم على جنب. معانا هنا السمك، هو المفروض يكون مفتوح سنجاري طبعا، لكن انا عشان نظفته برا البيت ف جوزي ناس يقول للراجل يفتحه سنجاري، لكن انا ما يأستش طبعا وكملت. هنا ثوم مهروس، حطيت عليه كمون وشطه وملح وحبه زيت صغيرين، وهتبل بيه السمك بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. هنا بقى هننزل بالخلطه بتاعتنا وهنوزعها، وما نكترش يعني، على قد ما السمكة تاخد. بعد كده هنكون مقطعين ليمون شرايح، هنحط كده فوقيها عشان تدي معانا نكهة حلوة، وهندخلها الفرن نكون مسخنين على درجة حرارة عالية. وبعد كده نحطه تحت الاول، هو مش هياخد وقت كبير يعني، من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير قوي حسب الفرن بتاعك، وبعدين نرفعه على الشواية 5 دقايق. هنا هنعمل الرز الصيادية. معانا هنا بصلتين كبار، واهم حاجه ان تكون كميه البصل مش قليله، ونغمق البصله للون البني اللي هو بعد الذهبي بشويه، زي ما انتوا شايفين كده، هو ده اللون اللي انا عاوزه اوصله. وفي نفس الوقت ما نصفيش الميه من البصل، عشان ده الحاجات اللي هتخلي الرز بتاعك طعمه مميز وجميل، والبهارات اللي هتضيفيها بالذات كمون وبابريكا وبهارات ومكعب مرقه وملح وفلفل اسمر، فعلا هيخلوا طعم الرز بتاعك مختلف، وكل اللي هيدوقه هيعرف ان هو في حاجة مميزة. لما المية تغلي هنضيف الرز وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم ما تنسولوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا وشفا.